اهلا بكل اصحابنا في الرحله السعيده وباصحابي اللي معايا النهارده وحكايه جديده من حكايات ماما سميح. حكايتنا النهارده يا اصحابي عنوانها الحائر بين الارض وبين السماء. يا ترى مين هو اللي حائر بين الارض وبين السماء؟ ويا ترى حيرته دي انتهت ولا لا؟ تعالوا نبدا نحكي قصتنا ونعرف ان بطل قصتنا هو الخفاش. الخفاش عنده مشكله انه عنده صفات موجوده في الحيوانات وحاجات تانية موجودة في الطيور، بس طول الوقت هو مش عارف هو طائر ولا حيوان. يمشي في الغابة ويبص يلاقي الطيور مصاحبة الحيوانات، يعني مثلاً يلاقي العصفور مصاحب الفيل، الفيل يمد زلومته والعصفور يتمرجح عليها ويغني والفيل يبقى مبسوط، يلاقي الغراب مصاحب الحمار، الحمار الصبح يصحى بدري والغراب هو كمان بيصحى بدري ويقعدوا هما الاثنين يغنوا سوا. صحيح صوتهم مش حلو لكن هما مبسوطين ان هما اصحاب. الخفاش مش عارف يعمل ايه، زعلان ومتضايق. في يوم من الايام قامت حرب كبيره جدا في الغابه بين ملك الحيوانات. مين ملك الحيوانات؟ مين ملك الغابه؟ اسد. الاسد. ومين ملك الطيور؟ النسر. الاثنين كل واحد فيهم كان عايز هو يبقى الزعيم الكبير بتاع الغابة كلها. النسر كل الطيور معاه والأسد كل الحيوانات معاه. بدأت الحرب بينهم. الخفاش بقى مش عارف يعمل إيه، وفي الآخر لقى شجرة كبيرة قوي في الغابة وقف وراها واستنى يشوف الحرب هتنتهي على إيه. كل فريق منهم كان مستعد إنه يحارب بكل قوة، فريق الحيوانات بقيادة الأسد وفريق الطيور بقيادة النسر. بدأت الحرب والطيور تنزل بمخالبها تخربش في الحيوانات، والحيوانات كمان تخربش في الطيور، والحرب استمرت وقت طويل. كل ده والخفاش واقف ساكت ما بيعملش حاجة. انتهت الحرب ومين اللي انتصر؟ الحيوانات انتصرت. عمل إيه بقى الخفاش؟ راح للأسد ملك الحيوانات اللي هو دلوقتي بقى ملك بقى الغابة كلها، وقال له إيه؟ يا جلالة الملك أنا بهنيك بالنصر. الأسد بص له كده قال له تهنيني بالنصر؟ أنت من الأعداء. قال له لا مش من الأعداء. قال له أنت ليك جناحين. قال له بس ليا أسنان. إحنا عارفين يا أصحابي الطيور كلها ملهاش أسنان. سكت الأسد وقال له أسنان؟ قال له آه في طائر له أسنان. الأسد سكت وقال له لا فعلا مفيش ولا طائر عنده أسنان. قال له يبقى أنا زيكم، أنا زيكو حيوان، سيبني أعيش معاكو على الأرض. الأسد قال له خلاص عيش معانا على الأرض. عاش الخفاش على الأرض وعينه على السما. يجي الحيوانات كلهم يخرجوا عشان يصطادوا يقولوا له تعالى معانا، مش إحنا كلنا بنخرج كل واحد بيصطاد الأكل اللي هياكله؟ يقول لهم لأ أنا معرفش أصطاد. يقولوا له ليه؟ أنت مش عايش معانا على الأرض وإحنا حيوانات؟ يقول لهم آه بس أنا طائر، يعني شوية طائر وشوية حيوان. إيه الكلام الغريب ده؟ كلهم قالوا الخفاش عايش معانا بس عشان ياكل ويشرب لكن مش عايز يشتغل، مش عايز يساعدنا. ينفع الكلام ده؟ لا. ينفع ما نعملش الواجب اللي علينا؟ لا طبعا. مرت الايام يا اصحابي وبدات الحرب تاني ما بين ملك الحيوانات اللي هو ايه؟ الاسد، وملك الطيور اللي هو النسر. النسر المره دي بقى الطيور كانت مستعده تمام للحرب. المره اللي فاتت هزمهم الحيوانات، المرة دي قالوا لا احنا لازم نستعد ونتدرب كويس قوي قوي عشان المرة دي بقى احنا لازم ننتصر. فعلا يا اصحابي الطيور استعدت وتمرنت كويس قوي وبدأت الحرب ما بين الفريقين، والطيور كانت بتهاجم بكل قوة وبكل شراسة، وفي الاخر انتصر فريق الطيور. طول المعركة بقى كان فين الخفاش؟ كان بيراقب من الشجرة، كان واقف ورا الشجرة يستنى يشوف مين اللي هيكسب في الحرب، مين اللي هينتصر. ففعلا الطيور قدرت المره دي انها تنتصر. راح الخفاش اللي واقف ورا الشجره طول الحرب وراح رايح لملك الطيور اللي هو النسر، قال له مبروك يا ملك الطيور، انت خلاص كده دلوقتي انتصرت وبقيت زعيم الغابه. النسر بص له وقال له بس انت من الاعداء، انت كنت عايش مع الحيوانات على الارض. قال له لا انا عندي جناحين. في حيوان عنده جناحين؟ في حيوان عنده جناحين؟ لا. النسر قال له صحيح انت عندك جناحين بس انت عندك اسنان. قال له مش مهم الاسنان، الاسنان مش باينه لكن اللي باين من شكل ايه؟ الجناحين.
ممكن أعيش معاكم في السماء؟ قال لهم آه. النسر قال له إيه؟ قال له آه، تعال عيش معانا في السماء. عاش الخفاش في السماء مع الطيور، الطيور تطلع تصطاد وتسافر مسافات طويلة وتهاجر عشان تجيب أكلها. تعال معانا يا خفاش. يروح معاهم؟ لا. يروح معاهم؟ لا. يقول لهم لا، أنا مش هقدر أجي معاكم. ليه مش هتيجي معانا؟ يقول لهم أصل أنا جناحاتي مش قوية، وبعدين أنا برضو عندي أسنان، يعني أنا مش طائر قوي، يعني أنا شوية طائر وشوية حيوان. ده كلام؟ لا. ده كلام؟ لا. كل مرة الخفاش يعيش مع فريق وعينه على الفريق التاني، عاش في السماء وعينه على الأرض. عاش في الأرض وعينه على السماء. وعينه على السماء. عاش في الأرض وعينه على السماء. بالظبط كده. مر وقت طويل قوي 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 بقى يا سليم، وبدأت الحرب هتبدأ تاني. مين بقى اللي قال لأ مفيش حرب تاني في الغابة؟ الحكيم الجمل. الجمل قال لهم إحنا كل مرة بندخل الحرب وكتير من الفريقين بيموت في الحرب، إحنا لازم نعيش في سلام، أهم حاجة إن إحنا نعيش في أمان وسلام. طب يعني نعمل إيه؟ قال أنا هعمل معاهدة سلام بين الطيور والحيوانات، يعني يتفقوا إن هما ما يحاربوش بعض ويعيشوا في أمان مع بعض. مين بقى اللي من بعيد كان بيراقب الحكاية دي؟ الخفاش. جه بسرعة يدخل الاجتماع، لكن الجمل وقف وقال له ابعد يا خفاش. ابعد. ابعد. أنت جاي هنا ليه؟ قال له جاي أحضر الاجتماع. قال له أنت من أي فريق فيهم؟ قال له أنا من الاتنين، أنا طائر وحيوان. قال له أنت بينا ملكش مكان، لأن أنت منافق. يعني إيه منافق؟ يعني المنافق ده ملوش رأي، يعني مثلاً يلاقي اتنين بيتخانقوا مع بعض، خلاص؟ اللي فيهم أقوى يروح يصاحب، واللي فيهم ضعيف ما يكلموش، يقول كلام لحد ومن وراه يقول كلام تاني خالص، الواحد ما يثقش فيه، صح؟ صح. فكل اللي في الغابة قالوا له فعلاً عاش مع الحيوانات وعينه على الطيور، وعاش مع الطيور وعينه على الحيوانات في الأرض. كل ما عيش مع فريق، لا عايز يشتغل ولا عايز يتعب ولا عايز يعمل أي حاجة، كل اللي عايزه حاجة واحدة بس، إنه يأكل ويشرب وما يعملش أي مجهود. ده ينفع؟ لا. فعلاً الجمل كان حكيم، عشان كده الحيوانات والطيور لما الجمل قال لهم نعمل معاهدة سلام وافقوا على طول، لأن هم عارفين إن الجمل ده الرأي اللي بيقوله هو الرأي المظبوط، وإنه عايز الكل يعيش في هدوء وفي سلام ويشتغلوا. لما بيبقى في حرب محدش بيشتغل، يقعدوا يتخانقوا مع بعض محدش بيشتغل. فعلاً الغابة كلها عاشت في سلام وأمان، والخفاش ملقاش أي مكان يعيش فيه غير في الظلام، بيخاف يظهر الصبح عشان الطيور بتزعل منه والحيوانات بتزعل منه، فيطلع بس بالليل في الظلمة عشان محدش خالص يشوفه. دي كانت قصتنا النهاردة عن الحائر بين الأرض والسماء، وعرفنا مين هو الحائر بقى؟ الخفاش. طيب عجبتنا القصة؟ آه. إيه اللي عجبنا فيها؟ اللي الجمل اللي ساعد منهم. الجمل ساعدهم، ساعدهم في إيه بقى؟ ما يتخانقوش ويعملوا سلام. آه، يعيشوا في سلام، يعيشوا كده في هدوء، في هدوء وفي حب، ويبقوا كلهم مبسوطين ويشتغلوا وينتجوا، مش على طول بيتخانقوا وعلى طول متضايقين من بعض. طالما كلنا عايشين في مكان واحد لازم نحاول ان احنا يعني نريح بعض، نستحمل بعض، ودايما يبقى في بينا حب وسلام، كده الحياه تبقى جميله، ودايما نبقى مبسوطين، ودايما نبقى فرحانين. اصحابي دي كانت النهارده قصتنا الحائر بين الارض والسماء، واشوفكم في حكايه جديده من حكايات ماما سامح.